بإذن الله النهاردة إن شاء الله هنكمل شابتر 2. إحنا المرة اللي فاتت توقفنا عند اللي هي الميثودولوجيز بتاعتنا، وقلنا إن أنا عندي فيه أكتر من ميثودولوجي أو أكتر من طريقة إن أنا أعمل بيها مانج اللي هو للمشروع بتاعي. وقلنا الميثودولوجيز بتاعتي هي يعتبروا ميثودولوجي، معناها اللي هي فورمال، حاجة فورمال، ده طريقة فورمال يعني رسمية موجودة، يعني أنا مجرد إن أنا إيه بطبقها على اللي هو المشروع بتاعي. وأول واحدة تطرقنا ليها اللي هي الووتر فول، اللي هي طريقة الشلال. طريقة الشلال قلنا خلي بالنا إن هي سيكوينشال، وقلنا يعني إيه سيكوينشال، يعني معناها إن هي بتخلص فيز وبعد كده بكاملة تبدأ بالفيز الثانية، وبعد كده تنتقل اللي هي الفيز الإيه الثالثة، يعني معناها تخلص بلاننج خالص، بعد ما تخلص بلاننج تدخل في الاناليسيس وتخلص كل الريكويرمنت اللي هو اليوزرز محتاجها تمام كلها، وما يبقاش في اي تعديلات تانية، وبعد كده ابدا في مرحله الديزاين، وبعد كده ما اخلص مرحله الديزاين بالتفصيل كلها ابدا في عمليه الايه الكودينج او البروجرامنج للايه للسيستم بتاعي في مرحله الايه الامبلمنتيشن، وبعد كده اعمل عمليه الايه التستنج. فده بسميها الفوتر فول، قلنا ان هي سيكوينشال. هنا دي لو اللي هو اللي هي الايه الميثودولوجي الاولاني. الميثودولوجي الثانيه قلنا ان هي تعتبر حاجه من الووتر فول، قال لك ان انت بدل ما تخلص الديزاين بالتفصيل وتبدا في مرحله الامبلمنتيشن، قال لك لا، قال لك ممكن ان انا اشتغل بارلل. بارلل ايه بقى؟ ان انا اول ما اخلص الاناليسيس خالص واحدد كل الريكويرمنت بتاعتي والمودلز بتاعتي، ابدا في مرحله اللي هو الايه الديزاين. في الديزاين بقى بدل ما اعمل ديزاين للمشروع بالكامل، هقسم المشروع بتاعي لسب بروجرامز، لاجزاء، كل جزء اعمل له ديزاين، واول ما تخلص الجزء بتاع الديزاين بتاعها اوتوماتيك اعمل له كودنج او امبلمنتيشن له، وبعد ما تخلص امبلمنتيشن لكل الاجزاء اعمل انتجريشن، او اللي هو ايه ان انت تجمع الاجزاء دي كلها وتكونها عشان تكون الايه السيستم بالكامل. طيب قال لك في برضو حاجة ان انت بدل ما تعمل تيستنج بعد ما بيخلص مرحلة اللي هو تسلم المشروع وبعد كده تبدأ في مرحلة التستنج، قال لك طب ما انت كل مرحلة عمل لها تستنج. ده فين بقى؟ في الفي موديل. الفي موديل اللي هو بيبقى عبارة عن تو برانش، برانش شغال مراحل السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل، والبرانش التاني بيعمل تستنج على كل مرحلة. فمثلا في الاناليسز، او في الاناليسز بعمل اول ما بعمل الاناليسز اوتوماتيك على طول بعمل لها تيستنج، اخلص الديزاين وابدا اقسمها كل جزء من اخلص له الديزاين اعمل له تيستنج وهكذا. فهو بيقول لك وبالتالي كل مرحله بايه بختبرها هل هي صحيحه ولا لا، فعشان كده معناها ان السيستم اللي هتحصل عليه يعتبر باعلى جوده. بس قال لك ان دون مش مناسب لكل الايه المشاريع الايه اللي هي ممكن نطبقها في الاورجنايزيشن. الميثودولوجي اللي هي بعد كده اللي هي الرابيد ابلكيشن ديفلوبمنت. الرابيد ابلكيشن ديفلوبمنت ان هي بيقسموا الفيرجنز، ان هو ايه انه بيقسم المشروع لمجموعه من الفيرجن الاوليه او اللي هي المبدئيه فيها، ان هو بيحط فيها كل الريكويرمنت الضروريه اللي لازم تكون موجوده في المشروع، وبعد كده يسلمه لايه يسلمه لليوزر، واليوزر يشتغل عليه ويعمل الفيدباك. الفيدباك بتاعت اليوزر ياخدها ويحطها في الفيرجن ايه يحطها ايه في الفيرجن الجديده بتاعت الايه بتاعت السيستم وهكذا. وبعد ما يجي يسلمها لليوزر، اليوزر هيدي اي فيدباك او اي ريكويرمنت جديده يحطها في الفيرجن الايه اللي هي الثالثه وهكذا. فهو في الاول خالص بحط اللي هي الكور فانكشنز او اللي هي الامبورتنت ريكويرمنت، وبعد كده باخد الكل في باخد ايه الفيدباك من اليوزر وادخلك ايه كفيرجن جديده للايه للسيستم بتاعي. ده اللي هو الايه الايتريتيف ديفلوبمنت في الرابيد ابلكيشن. قال لك ان في حاجه تانية، ان انا ممكن اعمل بروتوتايب سيستم لليوزر تمام ويشتغل عليه. فهو بيقول لك في حاجه اسمها سيستم بروتوتايبنج اتفقنا عليها، ان هو
بيشتغل اناليسيس وديزاين وامبلمنتيشن الثلاثه مع بعض سيميوليتسلي كونكرنتلي في نفس الحال في نفس الوقت، وبالتالي انت بالتاكيد مش هتعمل اناليسيس بالتفصيل، مش هتعمل ديزاين بالتفصيل، مش هتقدر ان انت تعمل كودنج كامل للمشروع. فهو عشان كده قال لك ايه، انت هتسلم المشروع بفيرجن سريعه، ولكن النسخه اللي انت هتسلمها تعتبر ايه، ديرتي. تمام؟ ليه؟ لان انا كل حاجه بسرعه بسرعه، وبالتالي انا ايه امدياله زي بروتوتايب للسيستم عندي بس مبني. فهو بيقول لك دون مفيد جدا لما اليوزر في الاول مش قادر ان هو يحدد كل الريكويرمنت اللي هو مش عارف ايه اللي هو محتاجه في المشروع بتاعه، فهو بتروح مديله كده بتاع دون سيستم مبني تصور يعني للمشروع، ويشتغل عليه ومن خلال شغله عليه يحاول ان هو يقول بقى ايه هي الريكويرمنت اللي هو ايه اللي هو محتاجه. قال لك اننا في من اللي هو من السيستم بروتوتايبنج، بدل مبني السيستم ممكن اعمل له ثرو اواي بروتوتايبنج. لا، انا لسه في مرحله الديزاين، ما بعملهوش امبلمنتيشن، كانك انت بتوري له موديل، كانك انت بتعمل ويب سايت، تمام، متخيل مثلا المنيوز هتبقى شكلها ايه، بس ككودنج ما فيهوش، مش مبني يعني. فبالتالي هو ايه، انا بعمل له زي ديزاين بروتوتايب، كانك انت شغال مثلا على مشروع، كانه شغال على المشروع، تمام، والتنقلات ما بين المراحل وبعدها موجوده قدامه، بس ايه مش ما بيحصلوش كودنج فعلي. وبعد كده هو بعد ما بتوريه لليوزرز، تمام، وبيتخيل عندك، بيبدا بقى ان هو ايه يشوف ايه هي الريكويرمنت بتاعته، لو هو محتاج حاجات جديده ان هو يدخلها في السيستم، وبعد كده بتعمل الديزاين الكامل للايه للمشروع وتعمل له امبلمنتيشن. طيب نيجي بقى للميثودولوجي الاخيره اللي هي الايجايل. قلنا الايجايل ديفلوبمنت بتعتبر ايه، ان هي الميثودولوجي بتعتمد على فريق من البروجرامر، ده دول ناس عندهم مهارة برمجة حلوة جدا. فهو قال لك ايه، تحاول ان هي فوكس على ستريمينج لاين اللي هو سيستم ديفلوبمنت، ان هي تبسط مرحلة السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل. ايه بقى فكرتها؟ ان هو بيعمل ايه، بياخد اللي هي الريكويرمنت الضرورية ويحطها في اول ايه، في اول فيرجن عنده للسيستم، تمام، اللي هي الايتريشن الاولاني، بيعملها كمراحل، بيبني السيستم كمراحل، كل مرحله، تمام، بيعملها بيحط فيها اللي هي ايه جزء من الايه من الحاجات اللي هو محتاجها في المشروع ويبنيها ويعمل لها كودنج ويبنيها، تمام. والموضوع ده ممكن ياخد بيقول لك اللي هو ما بين اسبوع لاربع اسابيع، لان الناس ما عندهم مهاره البروجرامينج سريع. بعد كده يعمل ايه، يعمل فيس تو فيس كوميونيكيشن، يتواصل مع ان هم الناس ويوروه ايه رايكم السيستم ده كويس، ولا انتم محتاجين اي تعديلات او كده، اي تعديلات هيحتاجوها هدخلها في الايتريشن الثانيه مع الفيتشرز الايه اللي هو الثانيه اللي انا محتاجاها في السيستم، تمام، وهكذا. فعشان كده الاجايل ديفلوبمنت بيقول لك ايه، فيس تو فيس كوميونيكيشن، في تواصل مستمر مع الايه، مع الكاستمرز عندي او مع اليوزرز عندي. قال لك في فيرجن منها اللي هو الاكستريم بروجرامينج. اكستريم بروجرامينج يعني برمجه جامده، كله تركيزهم على الايه، على الكودينج. فعشان كده بيقول لك ايه، انفيسز ذا كاستمر ساتسفاكشن اند ذا تيم ورك، على طول في تواصل على طول مع الايه، مع الكاستمرز، ويشوفوا مرضيين من النسخه اللي طلعت دي ولا لا، ايه التعديلات اللي انتم محتاجينها عشان نحطها في الايه، في اللي هو في الايتريشن الثانيه او في المرحله الثانيه بتاعت الايه، بتاعت السيستم بتاعك. دول اللي هم يعتبروا الايه، الميثودولوجيز اللي احنا ايه خدناها، ووتر فول. بعد كده عندي اللي هي من الووتر فول، في عندي اللي هي البارلل، وفي عندي اللي هي البي موديل، عندي اللي هي اللي بعد الووتر فول، في عندي اللي هي الرابيد ابلكيشن ديفلوبمنت، والاخيره اللي هو من الرابيد ابلكيشن ديفلوبمنت في اللي هي الايتريتيف، وفي عندي اللي هي البروتوتايبنج، واخر حاجه عندنا اللي هي الاجايل ديفلوبمنت. طيب انا علشان انا كبروجكت مانجر اختار احسن ميثودولوجي ازاي؟ قال لك على حسب نوعيه الحاجات، مجموعه من المعايير على اساسها هتحدد اللي هو الايه، اللي هو الميثودولوجي الافضل ليك. ايه هي مجموعه المعايير دي بقى؟ اول حاجه الكلاريتي اوف ذا يوزر ريكويرمنت،
ان انت هل اليوزر قادر من الاول خالص يحدد كل الريكويرمنت الضروريه في اول خالص، يقدر ان هو يحدد لك كل الريكويرمنت اللي هو محتاجها في اليوزر بتاعك ولا في السيستم بتاعك ولا لا. تمام. طيب ايه تانية؟ familiarity with the technology، يعني هل هو متعود او ان هو معتاد على التكنولوجيا اللي هستخدمها في المشروع ولا لا. السيستم كومبلكسيتي، هل المشروع بتاعك دون كبير، حجمه كبير ولا متوسط ولا وسط ولا صغير. السيستم ريلايبيليتي، سيستم ريلايبيليتي معناها الاعتماديه، يعني اللي هو هل لو حصل مثلا في اي اخطاء هيأثر عندي في الاورجانيزيشن ولا لا. دي زي ايه؟ زي ما انا اقول لك مثلا انا بعمل مشروع مثلا لسوبر ماركت، هل الريلايبيليتي او اللي هو الوثوقيه او الاعتماديه عليه زي ما اعمل مشروع لبنك؟ لو حصلت مشكله مثلا في المشروع اللي بتعمله للسوبر ماركت، هل تاثيره زي تاثير لو في مشكله في المشروع اللي انت بتعمله البنك؟ نهون اللي هيبقى له تاثير اكتر البنك. البنك. فعشان كده بقول لك ايه، الريلابيليتي معناها اللي هي الوثوق، يعني معناها ان السيستم يبقى صح جدا، متاكد ما يبقاش فيه اي اخطاء او كده. تمام. شورت تايم سكيدول، شورت تايم سكيدول يعني معناها انت محتاج المشروع يتسلم بسرعه ولا محتاج ان هو ياخد وقت اكبر. فهو لو انت عاوزه يتسلم قليل فايه، فمعناها اللي هو هياخد وقت قليل، لو عاوزه كبير هياخد وقت اكبر. انت هتحدد، انت كبروجكت مانجر انت اللي هتاخد القرار. السكيدول فيزابيليتي، هل انت الاكتيفيتيز او التاسكس اللي هتنفذها في المشروع واضحه، كل تاسك عارف بالظبط هتاخد وقت قد ايه وكده ولا لا. على اساس يبقى اذا على اساس الكرايتيريا دول هنعرف. بص بقى الجدول ده، الجدول ده احنا حددنا المجموعه المعايير اللي انا هختار فيها. اول حاجه قلنا ايه اللي هي اليوزر ريكويرمنت. الحاجه الثانيه اتكلمنا عليها، انت فاميليار مع التكنولوجي ولا لا، يعني انت كويس قوي مع التكنولوجي اللي هتستخدم في البروجكت ولا لا. الحاجه اللي هي الثالثه عندنا، المشروع كبير ولا صغير، كومبلكس ولا لا. الحاجه قلنا الرابعه عندنا، المشروع لازم يبقى ريلايبل يعني بيرفكت ولا لا. الحاجة اللي هي بعد كده عندنا اللي هو الشورت تايم، ان هو هياخد محتاج المشروع بسرعة ولا لا. وعندنا الحاجة الأخيرة اللي هو الايه، اللي هو السكيدول بتاع الايه، بتاع اللي هو السكيدول تايم، هل لازم يكون واضح كل حاجة، لازم تكون محددة وقتها قد ايه، هتبدأ امتى وتنتهي امتى ولا لا. فلو فرضا مثلا عندي في الووتر فول الميثودولوجي دي هتبقى كويسة جدا لو اليوزرز مش قادر يحدد الريكويرمنت من الاول صح كلها. تمام. فده بسميها بور. معناه ايه؟ معناها ان اليوزر مش قادر يحدد كل الريكويرمنت اللي هو محتاجها. تمام. ايه تاني؟ هو مش فاميليار مع التكنولوجي. تمام. فمحتاج ان هو ياخد وقت شويه عشان يتعود على التكنولوجي دي. قال لك ايه الكومبل؟ ان المشروع بتاعك مش كبير قوي، يعني وسط. قال لك الريلايبل، لا موثوق فيه، لازم يبقى ايه، بيرفكت. قال لك ان هو هل انت محتاج المشروع يتسلم بسرعه ولا محتاج ان هو ممكن ياخد وقت؟ لا عادي مش محتاج. بور يعني معناه ان انت ممكن ياخد وقت في ايه، في عمليه التنفيذ، يعني مثلا هياخد سنه سنتين، لا عادي مفيش مشكله الوقت اللي هو ياخده المشروع في ايه ان انت تبنيه. قال لك السكيدول فيزابيليتي، هل كل حاجه واضحه وكل حاجه المحدده الوقت بتاعها؟ لا عادي مش شرط بالنسبه لي. فلو الحاجات دي عندك الووتر فول بيقول لك دي تعتبر احسن ميثودولوجي ممكن ان انت تستخدمها. تمام. لو مثلا عندنا نيجي نبص كده على الاجايل، قال لك لا اليوزر عارف من الاول خالص ايه هي الريكويرمنت بتاعته، ايه هي الحاجات اللي هو محتاجها في المشروع. تمام. لا هو مش فاميليار مع الايه، مع التكنولوجي. قال لك ايه الثانيه اللي هو لا المشروع مش كبير قوي، لا هو صغير، حاجه انت عاوز حاجه سريعه كده مبنيه سوبر ماركت لاي حاجه سريعه. قال لك اللي هو ريلايبل، يعني ما يبقاش فيه اخطاء يبقى كويس. قال لك ايه بقى، انت محتاج المشروع بسرعه،
اكسلنت. اكسلنت معناه ايه؟ ان هو لا انا عاوزه يخلص في اسرع وقت ممكن. وقال لك هل انت كل حاجه واضحه بالنسبه لك، كل حاجه هتتنفذ والمشروع واضحه؟ قال لك يعني كويس، لو الحاجه دي كده، لو المدير قال كده، يبقى انت هتقول له ايه؟ لا الاجايل ديفلوبمنت تعتبر احسن ايه؟ ميثودولوجي عام. تمام تمام يا شباب. انا ممكن اجيب لك بقى اسئله في الموضوع ده ازاي، زي ما انا قلت بقول لك كده، هقول لك اللي هو بور في اليوزر ريكويرمنت، بور في الفاميلي، في التكنولوجي، جيد في الكومبلكس والريلايبل والتايم سكيدول والفيزابيليتي بتاعته، بور مين احسن ميثودولوجي، واجيب لك مجموعه اختيارات. ها واضح الجدول ده دكتور؟ اتفضل. طيب ما اللي هي الاختيار اللي قبل الأخير دوت كله اكسلنت وجود، يعني ممكن يبقى أحسن من ما انت الأخير؟ خلي بالك انت بتاخدي المعايير الثانية معاكي. يعني ايه؟ على حسب طبيعة المشروع. يعني انا بصي، لو انا مش بقول ان دي تعتبر احسن واحدة، لا حسب طبيعة المشروع. يعني انا بقول لك ايه، انت بتروحي سأل المدير، تمام، المدير بتاع المشروع، بقول له ايه، هل اليوزر قادر ان هو يحدد لك كل الريكويرمنت بتاعته من الاول خالص، يعني عارف كل الحاجات اللي هو محتاجها في الاول، تمام، هل هو فاميليار مع التكنولوجي، مع المشروع، يعني هيقدر ان هو يتواكب مع المشروع، مع التكنولوجيا اللي هستخدمها في المشروع، هيقول لي فدي الرد بتاع المدير، تمام. فهو هنا على حسب طبيعة المشروع اللي هو بعمله، لو كان كده الردود دي كده، يبقى احسن ميثودولوجي عندي ايه، اللي هي الايه، ثرو اواي بروتوتايب. واصلة؟ يعني انا مش بقول نهين احسن ميثودولوجي هنا، انا بقول على حسب طبيعه المشروع. المشروع لو الحاجات دي كده، يبقى معناها ان احسن ميثودولوجي هتبقى دي، تمام. زي مثلا لما اقول لك مثلا اللي هو، لو انا بقول لك انا عندي اليوزر يعني ممكن يحدد الريكويرمنت، بس ممكن بعد شويه يقول مثلا انا محتاج ريكويرمنت تانية، تمام، وبالتالي ان انا ممكن ابدا في المشروع وبعد كده يقول الريكويرمنت بتاعتي عادي، كل ما ايه ما بيعمل ليه، لان احنا متفقين ان الايتريتيف قال ان هو ايه كل مرحله بعملها. قال لك ايه تاني، ووز فاميليار مع التكنولوجي، ممكن يشتغل على المشروع، يعني ممكن ابني له سيستم سريع ويشتغل عليه عادي، ممكن فاميليار مع التكنولوجي بتاعت المشروع. قال لك المشروع بتاعي يعني مش كبير قوي قوي، يعني لا وسط جود. قال لي رولايبل، انا محتاجة ان السيستم بتاعي يبقى موثوق فيه، ما يبقاش فيه اخطاء كتير، تمام. قال لي انا محتاجه في اسرع وقت ممكن، الشورت تايم، يعني الشورت التايم اللي هتسلم فيه المشروع سريع، اكسلنت، يعني خلال شهر او خلال شهرين او خلال 3 شهور مثلا، تمام. فقال لي وقت ممكن تسلم لي المشروع، وانا عندي كل حاجه، كل الفانكشنز او كل التاسكات اللي خلال المشروع، الدنيا واضحه، عارفه هتبدا امتى وتنتهي امتى وهكذا. لو هو قال لي الحاجات دي كذا، يبقى اقول له ايه، احسن ميثودولوجي عندك هتبقى الايتريت تستخدمها، يعني واضحه كده. يعني يا دكتور، هو احنا كده المفروض نبقى حافظين الجدول؟ لا مش حافظين، انت مش كده، مش احنا، هقول لك هتعرفيها ازاي. انا حته اللي هو الميثودولوجي بتاعت الايتريتيف، هي طريقتها ايه، مش احنا قلنا ان انا ببدا بالفانكشنز الاساسيه واعمل لها بتاع ده، وابني لها سيستم كانها الفيرجن الاولانيه للمشروع، تمام، وبالتالي ايه، انت هتسلميه بسرعه والدنيا واضحة بالنسبة لك كويس أوي، مش كده؟ تمام كده؟ طيب أنا بالتأكيد، أنا طالما عندي اللي هو، أنت في الأول مش إحنا اتفقنا إن كل مرحلة بعمل فيرجن لليوزر وبوريله وباخد الفيدباك بتاعته، تمام، وأحطها في الفيرجن الجديدة، وبالتالي إيه؟ هو من الأول هو مش عارف كويس، هو يعني عارف إيه الريكويرمنت، بس ممكن كل شوية يحتاج ريكويرمنت جديدة، مش كده؟ ها
تمام. قال لك هل انا ايه، بيقول لك فاميليير مع التكنولوجي، يعني هل هو ممكن يشتغل على المشروع؟ اه ممكن يشتغل على التكنولوجي بتاعت السيستم الجديد ده. ليه؟ لانه وبالتالي انا لما هسلمه له بسرعه تمام هقدر ان هو يشتغل عليه على طول، وبالتالي طب ما هو الاي بي بيحقق الموضوع ده تمام، وهكذا معايا. انا ما بقولكيش احفظيه، لا انا بقولك من خلال الطريقه انت اللي هتعرفي الموضوع ده. قارني ما بين الاثنين هتلاحظي ان هما ان دي هتبقى افضل عندك. تمام. تمام. طيب انا حددت اللي هي الميثودولوجي او الطريقه اللي انا هستخدمها. بعد كده المفروض كبروجكت مانجر هيعمل ايه؟ هيعمل استيميشن، هيقدر او ايه هو التايم اللي هياخده المشروع بالكامل. احنا متفقين ان المشروع سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل بلاننج اناليسيس ديزاين امبلمنتيشن. ايه الوقت بتاع كل مرحله؟ انا استيميتد، انا متوقع، انا لسه ما بداتش تنفيذ فعلي تمام. فهو بيقول لي ايه؟ هو بيقول لك في طريقتين ممكن اعمل بيها استيميشن للوقت بتاع المشروع. الطريقه الاولانيه باستخدام الاندستري ستاندردز، في مجموعه ستاندردز كده هستخدمها عشان اعمل استيميشن للوقت بتاع المشروع. والطريقه الثانيه عندي اللي هي الايه اللي هو الفانكشن بوينت ابروتش اللي هي عليكو اللي هي الاندستري ستاندردز. ايه الطريقه دي بقى؟ هو انا عندي المراحل بتاعتي بلاننج اناليسيس ديزاين امبلمنتيشن. هو بيقول لي مدي نسب لكل مرحله هتاخد قد ايه من الوقت الكلي بتاع المشروع. يعني في البلاننج هو بيقول لي بتاخد 15% من الوقت بتاع المشروع كله. بيقول لي الاناليسيس هي تاخد 20% من الوقت الكلي بتاع المشروع. في الديزاين 35%، في الامبلمنتيشن 30%. دي معايير صناعيه محطوطه تمام. طيب انا بقى ازاي اعمل استيميشن للمشروع بتاعي بقى؟ عادي، تعالى هنا، انا هنا في مرحله البلاننج، انا لسه بعمل تخطيط، فانا عارفه الوقت اللي هو هياخد الوقت بتاع الايه بتاع مرحله التخطيط. انا لو انا بقول لك انا في مرحله التخطيط خدت فعليا 4 شهور، خدت فعليا 4 شهور تمام. هل اقدر ان انا اجيب الوقت الكلي بتاع المشروع؟ اه. ازاي؟ اعمل 4 على 15%، 15%، نقسم كده 4 على 15% كده، نقسمه طلع كام؟ يا شباب طلع كام؟ ستة وعشرين وستة ستة من عشرة 26.6. ايه القيمة اللي طلعت ديت؟ معناها الوقت الكلي، الوقت الكلي اللي ممكن ياخد المشروع بتاعي تمام. انا عايز بقى كل مرحلة هتاخد قد ايه من الوقت ده. انا بقول لك ايه، الاناليسيس هتاخد 20% من الوقت ده. يبقى الاناليسيس، يبقى لو انا عاوزة اقول اتوقع او اعمل استيميشن للوقت بتاع الاناليسيس، اعمل ايه بقى؟ هضرب 20% من الوقت الكلي بتاع المشروع، يعني 20% في اللي هي 26.6. شوف هتطلع كام. طلعت كام؟ خمسة وتلاتة وتلاتين من مية. تمام. يبقى أنا بتوقع إن الأناليسز هتاخد 5 شهور و33 من الإيه؟ من اللي هو من الشهر يعني. طيب أنا برضو نفس الكلام، لو أنا بقول لك أنا عاوز أعرف اللي هي الوقت اللي هياخده الديزاين، أعمل إيه؟ أضرب النسبة بتاعت الديزاين في الوقت الكلي بتاع المشروع. أضرب يعني 35% في اللي هو الوقت الكلي بتاع المشروع اللي هو 26.6، وهكذا. يبقى إذا تاني
الطريقه الاولانيه ان انا ممكن اعمل بيها استيميشن للوقت او التايم فريم بتاع المشروع. الطريقه الاولانيه اللي هي الاندستري ستاندردز، هي في مجموعه ستاندردز او معايير محطوطه لكل مرحله نسبتها قد ايه من الوقت الكلي بتاع المشروع، وعلى اساسها ممكن اعمل استيميشن للمراحل بتاعه المشروع. هو بيقول لي بلاننج 15%، اناليسز 20، ديزاين 35، والامبلمنتيشن 30. انا في بلاننج، يعني انا دلوقتي لسه في بلاننج، فانا عارفه الوقت الفعلي اللي هو ممكن ياخده الايه اللي هو البلاننج عنه. فهو بيقول لي لو انا عارفه مثلا انا في البلاننج خدت 4 شهور، هل ممكن اعرف في المشروع عندي هيخلص امتى؟ ازاي؟ اعمل 4 على النسبة اللي ممكن ياخدها البلان، يعني 4 على 15%، هيديني ايه؟ هيديني الوقت الكلي بتاع المشروع. بعد كده بقى كل مرحلة اضربها في النسبة بتاعت الايه، النسبة بتاعت المرحلة دي اللي ممكن ياخدها في المشروع. فبعد ما اجيب الوقت الكلي 4 على 15%، اضربها بقى كل واحد على كل مرحلة على حسب النسبة. لو عاوزة اناليسز يبقى اضرب الرقم اللي طلع لي ب 20%، الديزاين يبقى اضرب الرقم اللي طلع لي ب 35%، امبلمنتيشن يبقى اضرب الرقم اللي طلع لي في 30% وهكذا. تمام. الطريقه الثانيه اللي هي الفانكشن بوينت ابروتش، ان انا بستخدم اللي هي على اساس اللي هي الفانكشنز او الحاجات اللي ممكن تنفذها فعليا جوه المشروع، اقدر ان انا اعمل استيميشن للايه للتايم. ده بس اللي عاوزاكم تعرفوا فيه، انما تفصيليا ايه ما مش مهم. ها، واضحه قصه الاندستري ستاندردز؟ فيها اي سؤال يا شباب؟ تمام. ايه الحاجه بقى الثانيه اللي هو المدير لازم يعملها، اللي هو يعمل ايه بقى؟ الورك بلان، خطه ايه اللي هو الشغل بتاعه، الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، المشروع هيبقى هعمل له بروجريس ازاي، او ايه هي الاكتيفيتيز اللي هتتنفذ خلال المشروع. فعشان كده بيقول لك ايه، اول حاجه حدد ايه هي التاسكس او الاكتيفيتيز بتاعه المشروع. طيب ايه بقى انت عاوز تعرف ايه بقى عن المشروع؟ هو بيقول لك اعمل كل تاسك الانفورميشن بتاعه. زي ايه؟ اول حاجه حدد كل تاسك اسمها، حدد هتبدا امتى، وحدد هتنتهي امتى، مين الشخص اللي هينفذ التاسك دي. بعد كده ايه هي الاوتبوتس بتاعتي، الديليفرابلز، الاوت يعني انا من لما اول ما اخلص التاسك دي المفروض هسلم ايه. الحاجه اللي بعد كده الكومبليشن ستيتس، لو انت بدات فعليا، هو خلي بالك ان المعلومات دي كل شويه بيتغير، لو انت بدات فعليا في تنفيذ المشروع والتاسك دي انتهت، تمام، اكتب المعلومات عن التاسك دي ان هي كومبليت، لا لسه ما بداتش فيه، يبقى خلاص لسه فاضي، انا لسه ما بداتش فيه. البريوريتي هاي، معناه ايه البريوريتي هاي؟ الأولوية عالية. معناه ايه؟ ايوه، يعني ايه الأولوية؟ أهمية المشروع، يعني ايه اقول ان ايوه يعني ايه اقول ان التاسك دي البريوريتي بتاعتها هاي؟ ليه أولوية على غيره او اهم؟ بالظبط بالظبط، يعني معناها ان هي لازم تتنفذ في الاول، مش كده؟ تمام. لو انا بقول مثلا ان التاسك دي البريوريتي بتاعتها لو، يبقى ممكن اخرها للايه لاخر المشروع، يعني لحد في الاخر. فهو طالما البريوريتي بتاعتها هاي يبقى ضروري لازم تتعمل كده في الاول، الحاجات لازم تتنفذ في الاول، اخلصها في الاول. طيب resource needed، هو محتاج ايه عشان انفذ التاسك دي؟ estimated time، هو بالظبط بالظبط يعني انا كنت حاطلها ايه، الوقت اللي كنت حاطلها قد ايه، هي انا كنت حاطلها 16 ساعه بس لما نفذتها فعليا خدت كام؟ 14.5. تمام. يبقى اذا بيقول لك ان انت حدد كل التاسكات اللي هي بتتنفذ في المشروع، تمام، وادي عنها معلومات. المعلومات خلي بالنا ان كل المعلومات دي كل شويه بيحصل لها تغيير. بالتاكيد احدد اسم التاسك، احدد بدايتها امتى بدت، يعني بصوا خلي بالنا ان انا لما قلت الاكشوال تايم انا عرفت ليه، ستارت ديت انا بدات بالظبط امتى،
وانتهيت بالظبط امتى، يعني انا الوقت اللي هو ايه اللي هي خد بتاع دون بدأت امتى وهتخلص بالظبط امتى، تمام؟ خدت استميت التايم انا كنت حاطه لها ان هي هتاخد 16 ساعه، بس فعليا لما اتنفذت خدت كام؟ 14.5 ساعه. احدد مين الشخص او مجموعه الاشخاص اللي هتنفذ التاسك دي، احدد فيها الاوتبوتس بتاعتي او الديليفرابلز بتاعتي، انا لما اخلص التاسك دي المفروض هسلم ايه دوكيمنت، يعني الكومبليشن ستيتس لو انا بدات فعليا في تنفيذها هل خلصتها ولا لسه مفتوحه، لو هي خلصتها اقول كومبليت، لو لسه مفتوحه لا لسه شغال فيها اعمل لها اوبن مفتوحه لسه شغال فيه. البريوريتي هل هي مهمه جدا عاليه يعني لازم تتنفذ ولا لا ممكن اخرها، فانا بحدد بريوريتي للايه للفانكشنز بتاعتك او للتاسكس بتاعتك. كل ما كان البريوريتي بتاعتي اعلى كل ما كان لازم تتنفذ في السيستم ايه في الاول، وبعد كده الريسورسز نيدد انت محتاج ايه عشان انفذ اللي هو الايه التاسك بتاعتك. لو هي فعليا اتنفذت بكتب ايه الاكشوال تايم، لو هي حتى الان لسه ما اتنفذتش يبقى الاكشوال تايم بتاعك لسه بايه ما لسه فاضيه، انا لسه ما اتنفذتش فعليا جوه الايه جوه المشروع. عشان كده بقول لك ايه كل شويه الجدول دون ايه بيحصل له تغيير على حسب البروجريس بتاع الايه بتاع المشروع. طيب ايه الحاجه برضو اللي هي هتعملها عندي، هو بيقول لك ايه بعد ما بحدد التاسكات بتاعتك كل التاسكات بتاعتك بعمل لها زي قائمه، بس انا بعمل ليست للتاسكات هيراركي. يعني ايه هيراركي؟ يعني معناها من تحت لفوق، اللي هي الهاي ليفل احددها فوق وبعد كده اعمل اللي هي الايه السب تاسك منها زي ايه اهو. لو انا بقول لك انا عندي تاسك مثلا اللي هي الديزاين فيز، تمام؟ فانا بقول لك اهي الديزاين فيز، جوه الديزاين فيز في سب تاسكس اللي هي ايه بقى اللي هي ديفلوب الداتابيز ديزاين، فانا باخد ايه الرقم بتاع الديزاين فيز 1، يبقى اذا السب تاسك منها تبقى 1.1 زي فارس الكتاب بالظبط كده، يعني دي تعتبر جزء من اللي هو ايه التاسك بتاعه الديزاين، تمام؟ بعد كده انا عندي ايه الحاجه اللي هي اعملها في البريك داون، قال لك الديوريشن هي هتاخد قد ايه بالظبط، الوقت اللي هتاخده قد ايه، تمام؟ كل تاسك عندك حدد فيها الديبندنسي الاعتماديه هي معتمده على ايه. لو انا بقول لك مثلا اللي هي التاسك اللي هو 1-2 اللي هي ديفلوب الريجكت هاندلنج ديزاين دوكيمنت مثلا، بقول لك هي معتمدة على 1.11 و 1.12، معناها ايه؟ لازم انهيهم الاول قبل ما ابدأ في التاسك ده؟ بالظبط صح كده، معناها ان هي معتمده على الاثنين، يعني معناها ان لازم التانيين بينتهوا عشان ابدا ايه ابدا تنفيذ الايه اللي هي المرحله اللي هي التاسك دي، تمام؟ يبقى اذا اول حاجه بحدد ايه هي التاسكات بتاعتي معلوم ودي معلومات كامله عن كل تاسك. الحاجه الثانيه بعمل بريك داون ستراكشر اللي هو توب داون زي اللي هو زي فارس الكتاب بالظبط كده، ان انا بقسم التاسكات هيراركي اللي هو التاسك الرئيسيه وبعد كده السب تاسك منه، تمام؟ وبعد كده في البريك داون ستراكشر بحدد اللي هو الديبندنسي بتاعه الايه بتاعه التاسكات، هل هي معتمده على تاسكات تانية ولا لا، تمام؟ طيب ايه الحاجه التانية، الحاجه اللي لازم اللي هو المانجر يعملها، ان هو هيعمل بقى بروجكت ورك بلان، خطه للمشروع بالكامل للشغل بالكامل، اللي هو هيبقى فيه ايه بقى، هياخد معلومات من اللي هو معلومات عن كل تاسك، تمام؟ واللي هي اللي هياخد من البريك داون برضو بعض المعلومات ويضيف عليه زي ايه بقى. بص بقى، خد اول تاسك عندي اللي هي تاسك 1، قال لك التاسك بتاعتي اسمها اللي هي الديزاين فيز، تمام؟ اسايند تو يعني معناها مين اللي هينفذها، مين البيرسون اللي هو هينفذها. بص واعمل ايه بقى، استيميتد واكشوال، انت كنت حاطط لها ايه وفعليا اتنفذت ايه. فهو في الاستيميتد محدد الوقت اللي هياخده اللي هي هتاخدها قد ايه، كل تاسك هتاخد وقت قد ايه،
هبدأ إمتى وانتهي إمتى. طيب actual فعليا، لو actual مثلا فعليا أنت بدأت فعليا تنفذها هتعمل إيه؟ هتبدأ هتكتب التاريخ اللي أنت بدأت فيه، هتكتب التاريخ اللي أنت خلصت فيه. طيب في عندي حاجة اسمها duration variance، معناه إيه؟ متوقعين يعني تبقى معناها إيه؟ الفرق بين الـ start والـ finish؟ لا، الفرق بين إيه بقى؟ هي الفرق بين حاجتين، إيه هما؟ الـ estimated والـ actual؟ بالظبط، الـ estimated والـ actual، اللي هو أنا بدأت التاسك ونهيتها خدت وقت قد إيه؟ duration قد إيه؟ هن أطرح دي من دي، خلاص خدت، يبقى الـ duration بتاع الـ actual عرفت، وانا كنت حاطه الديوريشن بتاع اللي هو الاستيميتد، تمام. لو فمعناها هنا ايه الفرق ما بين الوقت الفعلي اللي اتنفذت فيه المشروع عن الوقت اللي انا كنت عامل حاطط لها الاستيميتد، تمام. ده بسميها الايه اللي هي الديوريشن ايه فاريانس. ولو في اعتماديه بحدد الديبندنسي ايه بتاعتي، اشوف الاستيتس هل انا يعني لسه شغال فيها، هفتحها ولا هي كومبليت خلصتها. انت بتحدد الايه الحاله بتاعتك، تمام. يبقى اذا اول حاجه احدد التاسكات بتاعتي وادي معلومات عن كل تاسك، تمام، ونخلي بالنا ان المعلومات دي كل شويه بتتغير. الحاجه الثانيه بعمل حاجه اسمها بريك داون ستراكشر، ان انا بقسم التاسكات بتاعتي توب داون، احط الهاي ليفل وبعد كده السب تاسك بتاعتي، وفي البريك داون بحدد الديبندنسي بتاعتي، تمام. بعد كده بعمل الورك بلان كلها، ان انا بحدد كل تاسك الاستيميتد تايم بتاعها ستارت امتى فينيش امتى اللي انا كنت حطاه في البلاننج، ولو هي اتنفذت فعليا احط الستارت ديت بتاعي والاكشوال والفينيش ديت بتاعي، واطرح اللي هو الوقت اللي خدناه فعليا في تنفيذ التاسك عن الوقت اللي انا كنت حاطه له ايه استيميتد، واحطه في الديوريشن ايه فاريانس. وعلى حسب بقى اللي هي التاسك بتاعي، لو هي خلصت بكتب في الستيتس هنا كومبليت، انتهت خلاص خلصتها. والديبندنسي لو في بعض التاسكات معتمدة على تاسكات تانية، يعني ايه؟ يعني معناها ان انا التاسك 1 2 ما ينفعش ان هي تبدا الا لو انتهيت من 1.11 1.12، تمام. طيب حاجة، يبقى اذا كده حطي عملنا ايه؟ عملنا اللي هي البروجكت ورك بلان، خطة كاملة للتاسكات بتاعتي وايه وتنفيذها خلال ايه المشروع. طيب ايه الحاجة اللي لازم برضو المانجر يعملها؟ staffing the project. كلمة staffing the project معناها ايه؟ staff معناها ايه؟ اختار الستاف اللي هشتغل معاه المشروع. بالظبط، هختار اللي هو التيم. بالظبط، هختار التيم بتاعي، فريق العمل بتاعي اللي هيشتغل عندي في المشروع. انا عاوز عدد قد ايه؟ انا عاوز مثلا 50 فرد، انا عاوز 100 فرد، انا عاوز 200 فرد مثلا، تمام. فانا بحدد اللي هو اللي بعمل اول حاجه اللي هي ستافنج بلان، ان انا بحدد ايه اللي هي عدد اللي هم الناس اللي هيشتغلوا عندي في المشروع. هو بيقول لك وانت خلال ستافنج بلان، خطه اللي هو الستاف، بيقول لك ستافنج ليفلز ويل تشينج اوفر ذا بروجكت. يعني ايه؟ يعني ممكن اللي هي المستويات بتاعتي ممكن تتغير. يعني الواحد في مثلا دلوقتي كان الموظف، كان واحد مثلا في الفريق العمل كان دوره اناليست، ممكن بعد شويه يبقى دوره ديزاينر. فبيقول لك ايه، كل شويه ممكن يحصل تغيير في الايه، في اللي هو الوظائف بتاعت الايه بتاعت الستاف او الليفلز بتاعت الستاف. طيب ايه تاني؟ بيقول لك خلي بالك انت لازم من الاول خالص في البلاننج تكون متحدد عدد الناس، كل حاجه وكل المهارات اللي انت محتاجها في المشروع. ليه؟ لانك انت لو خلال تنفيذ المشروع وقلت ان انا محتاج مهاره معينه او محتاج ستاف معين، ده بالتاكيد هيزود ايه عليك؟ ايه هيزود عليك؟ اللي هي الكوست بتاعتك، لانه هياخد فلوس، هياخد مرتب، وبالتالي هيزود عليك التكلفه. فهو بيقول لك ايه، ان انت كمانجر ناجح
لازم تحدد كل الستاف اللي انت محتاجه خلال تنفيذ المشروع، وايه هي كل المهارات اللي انت محتاجها خلال المشروع، ولازم تكون محددها في الايه في الاول. ليه؟ لانك انت على اساسها بتحدد التكلفه بتاعه المشروع اللي انت محتاجها كلها، عشان ما تتعرضش لمشكله تانية ان انت خلال المشروع وهو بتنفذ تقول انا عاوز مثلا واحد ديزاينر، مثلا انا عاوز واحد اناليست، محتاج في عندي نقص في الواحد اناليست، ما هو دون هيزود لك التكلفه بتاعه الايه بتاعه المشروع. قال لك ايه تاني؟ قال لك ان انا في الاستافنج خلي الاجتماعات بتاعتك او التواصل بتاعتك يكون مع عدد قليل. تمام؟ ازاي؟ لو انا نبسط الموضوع، انا كعميد عميد المعهد، لو عميد المعهد عامل اجتماع، الاجتماع دون لو عاوز يعرف في الدنيا ماشية ازاي في المعهد وكده، لو هو يقعد مثلا مع رؤساء الاقسام ولا يقعد مع الاستاف كله بتاع المعهد، الدنيا او التواصل هيبقى نهون احسن او اسهل. بالظبط، يقعد مع رؤساء الاقسام احسن ما يقعد مع الناس كلها، الناس كلها يبقى فيه شوشرة ومش هقدر ان انا احصل على المعلومة، عاوز اسمع ده وعاوز اسمع ده وعاوز اسمع ده، ومش قادر ان انا احصل ايه اعمل تنسيق ما بينهم. انما لما اقعد مع عدد صغير هيبقى افضل لي. عشان كده قال لك ايه، ان انت لما يبقى في تواصل او في اجتماعات خد ايه، حاول تاخد تعمل تقرير او تعمل اجتماعات مع عدد قليل، اللي هو قصه الايه الريبورتنج، يعني التقرير اشوف الدنيا ماشيه ازاي. فهو بيقول لك ايه، الطبيعي او الافضل لك حاول تقعد ما بين 8 ل 10، يعني ما بين 8 افراد ل 10 افراد، ما تحاولش تزود عن كده، لانك لو زودت عن كده معناه التواصل هيبقى صعب قوي. فهو بيقول لك using the teams of 8 ل 10 reporting، يعني معناها ان هم بيقدموا لك تقرير بيوروك الدنيا ماشيه ازاي. تمام؟ اللي هو عشان احاول ان انا اقلل الايه الكومبلكسيتي، ان انا احاول اوصل الايه اللي هو التواصل بتاعي. فعشان كده بيقول لك ايه، انت على اساس ان انا هقعد مع الناس، وبالتالي كل واحد عارف ايه مين اللي هيقعد معاه، فعشان كده بيعمل ايه بقى، بعمل ايه حاجه اسمها reporting structure، هيكل لي مين اللي هيقدم لي التقرير بتاعتك او مين اللي هجتمع بيه. هو بيقول لك ايه، كمدير هقعد مع مين، رؤساء الاقسام اللي هم دول الفانكشنال ليد والتكنيكال ليد، ماليش دعوه باللي تحت. تمام؟ فانكشنال ليد معناهم مين؟ معناهم الناس اللي هم بيعملوا مانج على الاناليست، اللي هو المدير بتاع الايه بتاع اللي هم الاناليست. تكنيكال ليد معناها اللي هم اللي هو المدير الفني، اللي هو الخاص بالناس بتوع البروجرامر اللي هم بيعملوا كودينج وامبلمنتيشن للمشروع، واي بقى تكنيكال ستاف تاني. فهو بيقول لك انت عشان احصل مثلا على اي ريبورتنج او اي تقارير، ما تقعدش مع كلهم، اقعد مع مين؟ مع اللي هم تحتك مباشره، اللي هو الفانكشنال ليد والتكنيكال ليد. طيب لو الفانكشنال ليد عاوز يعمل اجتماع هيقعد مع مين؟ هيقعد مع الاناليست والبروجرامر وكله؟ لا، هتقعد اللي هم تبعك بس، مع اللي هم الاناليست. لما اللي هو التكنيكال ليد عاوز يعمل ريبورتنج او يعمل تقارير، اقعد مع مين؟ مع اللي هم ايه الناس اللي تبعك بس. فهو هنا على اساس ان انا احاول اقلل حصه الكومبلكسيتي او اللي هو الكوميونيكيشن، بعمل حاجه اسمها ايه ريبورتنج ستراكشر، هيكل لي تقديم التقارير بتاعتي، ان انا بقسم اللي هم الستاف بتاعتي ليه هيراركي. المدير هيقعد مع الفانكشنال ليد والتكنيكال ليد، الفانكشنال ليد هيقعد مع الناس اللي تحت، لو في مستويات تحت يبقى انا لسه هيقعد مع اللي تحت، وهكذا. تمام؟ ها مفهومه القصه دي؟ قال لك ايه بقى؟ قال لك خلي بالك ان انا عند حددت ايه، حددت إيه؟ انا عايز عدد قد ايه، انا قلنا ايه، عاوز مثلا 200، عاوز 300، عاوز 20، عاوز 50 فرد مثلا هيشتغلوا عندي في المشروع. طيب ايه اللي انت عاوز تعمله تاني؟ اعمل ستافنج بلان. يعني ايه ستافنج بلان؟ ان انت كل واحد اديله الدور بتاعه، مهمتك ايه. تمام؟ فانت بتحدد ايه الادوار اللي انت محتاجها في المشروع. انا عاوز مثلا 5 اناليست،
انا عاوز مثلا 10 ديزاينر، انا عايز مثلا 20 بروجرامر، انا عايز 10 تكنيكال ستاف مثلا. فانت بتحدد ايه الادوار او ايه المهارات اللي انت محتاجها في المشروع، تمام؟ وبتوزع اللي هم الايه اللي هو التيم بتاعك على المهارات اللي انت ايه اللي انت محتاج. انا عايز 5 اناليست، يبقى هتعين تخلي 5 من الستاف اللي انت عملتهم يبقوا ايه الاناليست بتاعك. عايز 10 ديزاينر، يبقى تختار 10 من اللي عندك يبقوا ايه ديزاين، وهكذا. يبقى اذا في الستافنج بلان بحدد ايه هي الروز او ايه هي المهارات اللي انت محتاجها في المشروع بتاعك. طيب انا بعمل مشروع وعندي ناس، فالناس دي لازم تتبع التعليمات. التعليمات دي او الرولز دي بحطها فين بقى؟ بروجكت كارتر. البروجكت كارتر دوت بحط فيه ايه؟ بحدد ايه هي الاهداف بتاعه المشروع وايه هي القواعد اللي كلنا هنمشي عليها. انا إيه البتاع دوت بدايه العمل الساعه 7:30، الانتهاء مثلا الساعه 5 مثلا، تمام؟ انا كل التاسك دي هتنتهي مثلا، كل تاسك هتبقى 5 ايام، يبقى لازم كل واحد يكون عارف اللي هو التاسك بتاعك هتخلص امتى. فانت بتحدد مجموعه رولز، تمام، او قواعد كلنا هنبقى ايه ماشيين عليه، تمام. دي هحطها فين؟ في البروجكت كارت. طيب بعد كده زي ما اتفقنا ان انا ايه، ان انا بدل ما اعمل كوميونيكيشن او تواصل مع كل الستاف، ما انت حدد ايه مديرين اصغر منك اللي هم الفانكشنال ليد والتكنيكال ليد، اللي هو زي ما اتفقنا زي رؤساء الاقسام كده، اللي هو المدير على مجموعه الاناليست ومدير على مجموعه الايه البروجرامر واللي هو الايه والتكنيكال ستاف. اذا بيقول لك انت كمدير ناجح بعد ما تحدد عدد العدد الستاف بتاعك، ادي اعرف ايه هي الادوار او ايه هي المهارات الضروريه اللي انت محتاجها في المشروع ووزع الناس عليها. حط مجموعه الرولز بتاعتك في حاجه اسمها بروجكت كارتر. عين مجموعه من الناس ان هم يعملوا مانج على اللي هم ايه فرق العمل معاك، وقسمهم. لو هم فنيين يبقى اعمل له تكنيكال ليد، لو هم فانكشنال خاصه بالاناليست وكده يبقى احط لهم مدير هسميه اللي هو الايه الفانكشنال ليد، تمام. ها مفهوم يا جماعه حتى الان ولا في حاجه مش مفهومه؟ مفهومه ولا في حاجه مش واضحه؟ تمام يا دكتور. طيب ايه الحاجه برضو المدير الناجح لازم ياخدها؟ قال لك الموتيفيشن اللي هو التحفيز. انا ماشي كلفت كل واحد بالمهمه بتاعته واصبح كل واحد عارف مهمته ايه، طب ما انت حاول شجعهم بقى علشان ينجحوا المشروع بتاعك. طيب في ايه الطرق ان انا ممكن اشجع بيها اللي هم فريق العمل بتاعي؟ قال لك في طريقتين، لا اما طريقه معنويه لا اما طريقه ماديه. الطريقه المعنويه اللي هي يوز المنتوري ريورد ايه كاتيجوري، معناه ايه؟ معناه ان انت تديهم مكافئات ماديه، فلوس، مكافئات مثلا كل مثلا 5 شهور نزل مكافئات، وعلى حسب كل واحد بقى شغله، اللي خلص مهمته ب 100% اديله مكافاه اعلى، اللي بعد كده اديله اقل وهكذا. فهو بيقول لك لا، ما خلي بالك ان الحاجات الماديه دي بتعمل مشاحنات كده ما بين فريق العمل، فحاول ان ايه، وبالتاكيد برضه هتكلفك اكتر، فهل استخدم بعض الطرق الثانيه تساعدك في الموضوع. ايه الطرق الثانيه بقى؟ اللي هو الانترستيك ريورد. زي ايه؟ زي الريكوجنيشن، ان انت لو لقيت مثلا 5 من فريق العمل كويسين جدا، حاول تتعرف عليهم شخصيا، حاول تروح لهم، حاول تشوفهم، حاول تقعد معاهم. ايه الحاجه الثانيه؟ الاتشيفمنت. الاتشيفمنت معناها ان انت كل شويه شوف اعمل كل مثلا موظف، كل ستاف عندك شوفه عمل نفذ قد ايه في المهمه بتاعته، وتمام. وكل واحد لاحظت ان هو بيعمل اللي هو شغله كويس قوي، حاول ان انت تشجعه، تقول له كويس، انا هعرفك مثلا على ناس كويسة، انا هديك مهمة تانية مثلا، وهكذا. The work itself، روح للشغل نفسه، روح له موقع الشغل نفسه، انزل له الموقع المشروع نفسه وشجعه، قول له انا جاي لك بنفسي عشان اشجعك، انا سمعت ان انت خلصت وعملت، لا انا جاي لك بنفسي. الريسبونسابيلتي، زود المسؤوليه بتاعته.
بدل ما كان عنده مهمة صغيرة حاول تزود المهام بتاعته. الادفانسمنت ان انت كأنك انت عارف اللي هو كل شوية اعمل شهادات تقدير وقدمهم لهم الناس اللي هم بينفذوا الشغل بتاعهم احسن طريقة. لو لقيت بعض الناس كويسين جدا طب ما انت اعمل لهم قول لا في دورات تدريبية، والناس اللي هيروحوا الدورات التدريبية الجديدة دي على حاجة جديدة هم الناس دول اللي هم نفذوا الشغل بتاعهم بكفاءة. فإذا انت بتعمل عملية ايه تشجيع او تحفيز للناس ان هم ايه يحاولوا يبقى في منافسة ما بينهم عشان ينجحوا المشروع، لإما مكافآت مادية لإما مكافآت ايه معنوية. تمام. طيب ايه برضو اللي انت لازم تاخده معاك في الحسبان؟ handling conflict، حاول تتعامل مع اي تصادم ما بين فريق العمل. انتوا عارفين ان انا التعامل مع البشر هيبقى صعب جدا عن التعامل مع الآلة. هي الآلة عبارة عن ايه؟ انت بتديها تعليمات تمام وهتنفذ لك الحاجة على حسب التعليمات بتاعتك، انما البشر التعامل ما بينهم بيبقى صعب شوية، او المشاحنات ما بينهم بتبقى صعب شوية. فهو بيقول لك حاول تتعامل مع اي كونفليكت يحصل ما بين ده. طيب انا عشان اتغاضى اي كونفليكت قال لك لازم تكون لك مجموعه حاجات. ايه الحاجات؟ اول حاجه لازم البلان بتاعه المشروع بتاعك تبقى واضحه جدا، كل واحد عارف دوره كويس قوي. فقال لك clearly define plans، عارف البلان بتاعتك واضحه جدا وكل واحد عارف دوره ايه. ايه تاني؟ عرف ان المشروع ده مش حاجه يعني هينه، لا هتدي بيزنس فاليو للاورجنايزيشن، هتعمل ريتيرن للاورجنايزيشن، هتزود المرتبات بتاعتنا، هتعمل مش عارف ايه وهكذا. فعرفهم ان لا المشروع مش حاجه بسيطه، المشروع له قيمه كويسه للاورجنايزيشن. ايه تاني؟ قال لك البروجكت كارتر، حط مجموعه رولز تمام وكلنا نمشي عليها عشان ما يحصلش اي مشاحنات. ايه الحاجة التانية؟ عرفهم تمام اللي هو المشروع بتاعك هيخلص امتى، وكل تاسك حدد اللي هو الديدلاين بتاعها او التايم بتاعها هتخلص امتى. فهو develop the schedule commitment ahead of the time، ان لازم كل تاسك تخلص في وقت قبل نهايته. يعني لو انا حاطة مثلا استميت التايم لتاسك مثلا 5 شهور، يبقى المفروض ان انا اخلصها قبل ال5 شهور، تاخد 4 شهور مثلا. فانت بتحدد اللي هو ايه اللي هو نهاية كل تاسك لازم تخلص قبل ايه، قبل الوقت المحدد اللي هو الاستميتد ليه. ايه الحاجة التانية؟ لازم تعرف كل الحاجات او البريوريتيز او كل الاولويات اللي ممكن تأثر عندك على المشروع. تمام. كل المشاحنات اللي ممكن تأثر عندك في المشروع بتاعك. يبقى اذا عشان اقدر اتعامل مع اي تصادم ما بين فريق العمل، اول حاجة البلان بتاعتك تبقى واضحة جدا، لازم تعرفهم ان المشروع بتاعك ده مش هين، لا له قيمة، هتبقى له قيمة كويسة للأورجانيزيشن وهيأثر بطريقة ايجابية على الأورجانيزيشن. الحاجة التالتة حط مجموعة رولز كلنا نمشي عليها في البروجكت كارتر. الحاجة الرابعة لازم تقول ان انا الاستيميتد بتاع كل تاسك عندي كذا، بس احنا لازم ننتهيها او نسلمها في اقرب وقت ممكن، في وقت قبل ان هو الاستيميتد بتاعها. يعني اخر حاجة عندنا لازم اعرف كل حاجة ممكن تأثر عندي في الايه في المشروع بتاعي. تمام. طيب انا اقدر، هو بيقول لك هنا ايه بقى، في مجموعة تولز اوتوميتد يعني سوفت وير باكج جاهزة ممكن تساعدني في مراحل تنفيذ الايه اللي هو المشروع بتاع او الاكتيفيتيز بتاعه المشروع. ايه هي التولز دي؟ اسمها الكيس، كمبيوتر ادد سوفت وير انجينيرنج. دي تولز جاهزة موجودة في السوق. تمام. سوفت وير باكج تعمل اوتوميشن لكل البارتس بتاعه الايه اللي هو الديفلوبمنت بتاعه الايه المشروع بتاعه. مش احنا اتفقنا اناليسز وديزاين وامبلمنتيشن؟ ففي تولز هتساعدني في الاناليسز، تولز هتساعدني في الديزاين، وفي تولز هتساعدني في الامبلمنتيشن. فقال لك حتى هو مقسمهم ابر كيس ولور كيس وانتجريت. الباكج يعني اللي هي الابر كيس دي خاصه بالاناليسز، هتساعدني في مرحله الاناليسز وعمليه اللي هو اعمل مودلز للايه للمشروع بتاعي. اللور كيس هتساعدني في مرحله الديزاين، ان هي لها فورمز معينه هستخدمها في مرحله الديزاين استعين بيه. تمام.
وفي عليها اللي هو ايه الدايجرامز بتاعتها وازاي اعمل ايه اعمل لها كودنج. الانتجريتد هو خليط ما بين الابر كيس واللور كيس، يعني هي فيها جزء خاص باللي هو الاناليسيز واللي هو بالايه بالاضافه للديزاين، يعني جمع ما بين الابر كيس واللور كيس. الابر خاصه بالاناليسيس، اللور الديزاين وكودنج، الانتجريتد اللي هي ابر وايه ابر ولور. تمام. فهو بيقول لك طالما انت مستخدم سوفت وير باكج جاهزه وبالتالي هيبقى لها ستاندردز معايير محدده انت هتمشي عليه. يعني احنا كلنا لو انا مثلا بقول معايا 5 اناليسيس، تمام، فالخمسه اناليسيس دول هيستخدموا نفس البروسيدور عشان يعملوا اناليسيس. فعشان كده بيقول لك ايه انشور ذا تيم ممبرز اللي هم اعضاء التيم بيرفورمينج التاسك ان ذا سيم واي بنفس الطريقه وبيتبعوا نفس البروسيدور. كلنا نفس ماشيين بنفس الطريقه وكلنا ماشيين بنفس البروسيدور، مش كل واحد بيالف بطريقه مثلا او هينفذ بطريقه. ايه الحاجه الثانيه؟ طالما في تولز يبقى انا طالما في تولز يبقى لها رولز جاهزه، الرولز همشي عليها. فعشان كده قال لك ايه فورمال رولز، لها رولز جاهزه بسمي بيها اللي هي الملفات بتاعتي. تمام. ايه تاني؟ عندي فورمز لها مجموعه نماذج يعني جاهزه وانا هستخدمها على طول، يعني مش محتاج ان انا اعمل جديد، لا انا ممكن استخدم الفورمز بتاعتها وعلى طول اعمل بيها الايه استعين بيها عشان اعمل بيها الاناليسيس، استعين بيها عشان اعمل بيها الديزاين. تمام. وزي ما اتفقنا ان احنا ان كل ديزاين كل موديل في الديزاين مثلا له ايه له كودنج، يعني ممكن استعين بيه في ان انا ابني الايه السيستم بتاعي. فهو بيقول لك ان التولز دي لها ستاندرد، لها مجموعه معايير كلنا هنمشي عليها وبالتالي كلنا هنعمل بنفس الطريقه وبنفس البروسيدور. الطريقه اللي بسميها ملفات واحده، الفورمز اللي هعمل بيها الديزاين او هعمل بيها الاناليسز هتبقى كلنا هنتبعها وممكن تساعدني في عمليه الكودينج. احنا اتفقنا ان برضو في التولز دي هتساعدني في تخزين المعلومات. تخزين المعلومات دي يعني معناها ايه؟ دوكيومنتيشن. كل مرحله اشوف الاوتبوتس بتاعتي هخزنها، فهي اوتوماتيك بتعمل لي الاوتبوتس بتاعت كل مرحله على كده. طب احطها فين بقى؟ احطها في حاجه اسمها بروجكت مانجر اللي هو زي الكتاب، كتاب كده للمشروع. حتى هو بيقول لك ايه contain all the deliverables، تمام، and all the internal communications that take place. كل حاجه بتحصل وكل اوتبوت بيحصل من كل مرحله احطها فين؟ في الكتاب ده اللي هو اسمه البروجكت مانجر. عشان كده يعتبر البروجكت مانجر ايه الهيستوري بتاع المشروع، اللي هو يعتبر تاريخ كامل بقى للمشروع من بدايته لحد ما ايه ما سلم المشروع بتاعه. قال لك ايه تاني في الدوكيومنتيشن؟ انت طالما عندك كتاب يبقى في عندك تيبل اوف كونتنتس، فهرس. عشان كده هي مواقف انت تقدر ان انت ايه تستخدمها، مش هتعملها انت من ايه من عندك. قال لك بعد كده، قال لك لما كل شويه بيحصل فيها تعديل على طول ما نعدل، عدل عندك في الايه في اللي هو في المعلومات بتاعتك. زي التاسك مثلا، قلنا كل التاسك دلوقتي لو هي فعليا اتنفذت يبقى انت هتيجي في الاكشوال وتغير اللي هو الوقت بتاعها، الستارت ديت واللي هو والاند ديت بتاعتها. وبالتالي كل شويه بيحصل ايه ابديتنج للايه للمعلومات بتاعتي. يبقى اذا في تولز ممكن تساعدني في ان انا اعمل مراقبه للايه اللي هو للمشروع بتاعي. التولز دي بسميها ايه اللي هو الكيس اللي هي كمبيوتر ادد سوفت وير انجينيرنج. ليها ثلاثة تولز، ابر ولور وانتجريت. الابر عندنا اللي هي خاصه بالاناليسيس، اللور خاصه بالديزاين وساعدني في الكودنج، والانتجريتد خليط ما بين اللي هو الابر والايه واللور. لها مجموعه ستاندردز انا هتبعها ولازم اتبعها وامشي عليها وهتساعدني في مرحله الايه الدوكيومنتيشن. تمام يا شباب. هنا بقى بنتكلم في ايه بقى؟ انا كمدير عشان اعمل مانج لي المشروع لازم اعمل ايه؟ هو بيقول لك الاداره نفسها هي عباره عن علم او فن. تمام. طيب علشان اعمل مانج المدير ده يعمل مانج المشروع صح لازم يعرف ثلاث حاجات، ثلاث حاجات ضروريه علشان اقدر اعمل بيهم مانج المشروع.
الحاجه الاولانيه اعرف حجم المشروع او حجم السيستم بتاعي، لازم اعرف كل الريكويرمنت اللي انا محتاجاها في البروجكت بتاعي، صغير المشروع بتاعي لا صغير، المشروع بتاعي كبير، ايه الحاجات اللي انا محتاجاها، ايه الحاجات الضروريه اللي انا محتاجاها، ايه الفانكشنز الاساسيه اللي لازم تكون موجوده، ايه الفانكشنز، احدد البريورتيز بتاعه الفانكشن. فلازم احدد الايه السايز بتاع السيستم، حجم المشروع تفصيليا ايه، ايه الحاجه الثانيه هخلصه امتى وتكلفته قد ايه، التايم تو كومبليت والكوست بتاعه. يبقى عشان اعمل مانج صح للمشروع لازم تعرف من الاول ثلاث حاجات، السايز بتاع البروجكت، حجم المشروع ايه، ايه هي الريكويرمنت بتاعتك كلها، ايه هي الحاجات الضروريه اللي لازم تقوم فيها، احدد بريوريتي للريكويرمنت او التاسكس بتاعتي، واعرف كل حاجه بالتفصيل هتبقى ايه في المشروع من الاول خالص، هياخد وقت قد ايه وتكلفته قد ايه. دي يعني الثلاث حاجات اللي لازم من الاول خالص تكون عارفهم عشان اقدر اعمل مانج صح واعمل كنترولنج للمشروع صح. طيب هو بيقول لك في تول ممكن تساعدك في ان انت تعمل مراقبه لعمليه اللي هو البروجريس بتاع المشروع، اسمه ايه بقى، جانت تشارت. هو عباره عن رسمه تمام بتساعدني ان كل شويه التاسك دي بدات امتى انتهت امتى، طيب لسه مفتوحه ولا خلصت وهكذا. هتلاحظوا ايه، انا عندي هو البلان بتاعي، البروجكت بلان بتاعي اهي، الاي دي، التاسك، الديوريشن، ستارت والفينش وهكذا. انت بترسم زي تشارت عندي اللي هو زي بتعمل زي نتيجه اهي تمام، وكل تاسك مثلا هتبدا هنا مثلا وهتنتهي هنا، برسمها هتبدا هنا وبتنتهي هنا. لو هي تحتها بعض التاسكات الثانيه بتحدد مين اللي هو الريسورسز اللي انت محتاجها، بتحدد الريسورسز على ايه جنب كل ايه كل رسم وهكذا. فده بسميها ايه، جانت تشارت. ايه جانت تشارت دون، هو عباره عن رسمه بتساعدني ان انا اعمل مونيتورنج او اعمل كنترولنج للمشروع، ان انا كل شويه اشوف التاسك بتاعتي دي يعني هتبدأ بدأت امتى انتهت امتى، طب خلصت، طب لسه مفتوحة وهكذا. تمام، ها فاهمين يا شباب حتى الآن؟ ايوه تمام يا دكتور. طيب هو بيقول لك ايه برضو، انت بتعمل ريفايننج الاستيميت. احنا عارفين انا بعمل استيميشن امتى، بعمل استيميشن للبلاننج والاناليسز للاناليسز والديزاين والامبلمنتيشن امتى، وانا في مرحله البلاننج يعني، وانا لسه بعمل البلاننج بقول انا في الاناليسز متوقع اخد مثلا 5 شهور، في الديزاين متوقع زي ما حسبناها كده في اللي هي الاندستري ستاندرد متوقع ان انا اخد 6 شهور في الديزاين، متوقع ان انا اخد في الامبلمنتيشن مثلا 5 شهور. تمام، طيب هو فعليا في يعني ممكن ياخد الوقت ده ولا ما ياخدش؟ فهو بيقول لك ايه، انت كل شويه بتعمل ايه تعديل للاستيميت. انت في مرحله اللي ايه الاناليسز مثلا، وانت في مرحله الاناليسز اصبحت انت خلال مرحله الاناليسز اصبحت المعلومات بتاعتك عن المشروع بالتاكيد احسن وانت لسه في البدايه. فعشان كده بيقول لك ايه، انت ممكن كل شويه تحصل يا تعمل عمليه تحسين للاستيميت بتاعك، يعني بدل ما الديزاين انت كنت حاطط له في البلان وانت في البلاننج كنت حاطط له مثلا 6 شهور، ممكن تقول لا انا دلوقتي عندي معلومات كفايه تمام ممكن اخلصها مثلا في 4 شهور، وبالتالي كل شويه بيحصل ايه تغيير الايه للاستيميت. تمام، فهو بتحط ايه بقى، بتحط حاجه اسمها ايرور اللي هو نسبه الاخطاء. انا مثلا حاطه مثلا للاناليسز مثلا هياخد مثلا 6 شهور، يبقى انت المفروض ان هو فعليا هيتنفذ ما بين 0 ل 6 شهور، ما يزيدش عن كده، ممكن اخلصه في 4 شهور، ممكن اخلصه في 5 شهور، انما اكتر من كده لا. انت بتحط نسبه خطا ايه، كل ما كانت نسبه الخطا صغيره كل ما كان تنفيذك للمشروع هيبقى ايه احسن، عشان ما ياخدش وقت ايه وقت اكبر. ده اللي انا عاوزه بس افهمه لكم في النسبه للقصه دي كلها، ان هو بيقول لك انت من الاول خالص بحط استيميشن في مرحله البلاننج، بس كل شويه ما بيحصل بروجريس للمشروع ممكن تعمل تعديلات في الاستيميت بتاعك. تمام، ليه؟ لان كل شويه المعلومات بتاعتك بتزيد وبيبقى عندك ادراك اكتر عن المشروع ايه، عن المشروع بتاعك.
بعد كده عندنا اللي هو managing scope، ان انا بعمل ادارة للحجم بتاع المشروع او المدى بتاع المشروع. هو احنا اتفقنا عشان اقدر اعمل management صح وممتازة لازم اكون عارف من الاول خالص السايز بتاع البروجيكت، كل حاجة كل الريكويرمنت اللي انا محتاجها لازم اكون عارفاها وانا لسه في مرحلة البلانينج. فهو عليه علشان ما تدخلش في مشكلة. ايه المشكلة دي بقى؟ اسمها ايه؟ سكوب كريب. يعني ايه السكوب بريك؟ عارف الزحف بتاع السكوب، يعني السايز بتاع المشروع يزيد شوية. هو السايز بتاع المشروع هيزيد امتى؟ لو في حاجة جديدة ظهرت لك. فعشان كده قال لك ايه السكوب كريب هابنز، بيحصل لو في ريكويرمنت جديدة ادد تو ذا بروجكت. انا وانا خلال وانا بنفذ المشروع وخلاص بديته تمام، بدأ يظهر ليا ريكويرمنت جديده تمام. وبالتالي طب ما هو بيقول لك انت ما كنتش حاططها في الحزمان من الاول، فبالتالي اي ريكويرمنت جديده هتظهر لك تمام هيبقى ايه لها ايه اوفر هيد للتكلفه، وفي نفس الوقت الايه للوقت بتاعك. ليه؟ لانها محتاجه تكلفه فلوس ومحتاجه كمان ايه وقت كمان. يعني بدل ما المشروع كان هياخد مثلا سنه، حاجه جديده ظهرت لي ممكن ياخد سنه وشهر مثلا، بالتالي زودت الوقت بتاع المشروع. فهو بيقول لك انت لازم من الاول خالص في البلانينج تقدر تحدد السايز بتاع المشروع كامله، كل الريكويرمنت بتاعتك، عشان ما تعرضش لمشكله اسمها سكوب كريب. ايه السكوب كريب دي؟ ان في بعد ما بدات فعليا في تنفيذ المشروع ظهرت لي ريكويرمنت جديده، الريكويرمنت الجديده دي هتعمل لي اوفر هيد للكوست وللسكيدول تايم بتاعي. فعشان كده بيقول لك ايه ذا بروجكت مانجر شود الاو، يسمح بس انا ممكن احط الحاجات الجديده اللي هي ايه بقى ابسولوتلي نيسيسري ريكويرمنت، الحاجات الضروريه جدا ضرورية جدا اللي لازم تكون موجودة ممكن اضيفها، انما غير كده لا مش هحط اي requirement جديد. يبقى اذا زي ما اتفقنا ان لازم البروجكت مانجر لازم يحدد من الاول خالص السايز بتاع البروجكت، يعني ايه او السكوب بتاع البروجكت، يعني يحدد كل requirement اللي هتبقى محتاجها خلال فترة المشروع. ليه؟ عشان ما يتعرضش لمشكلة اسمها السكوب كريب. ايه السكوب كريب دي؟ ان انا وانا بدأت فعليا المشروع ظهرت لي ريكويرمنت جديد. طب في خلال المرحلة دي المدير يعمل ايه؟ لا مش هيسمح الا او هيضيف الا اللي هي absolutely necessary requirement، الحاجات الضرورية جدا للغاية ممكن احطها اضيفها، انما غير كده لا مش هضيف اي ريكويرمنت جديده عندي. ليه؟ لانها اي ريكويرمنت جديده هتزود لي التكلفه وفي نفس الوقت هتزود لي الوقت بتاع الايه بتاع المشروع. تمام يا شباب؟ ها واضح يا جماعه ولا الدنيا مش واضحه؟ تمام يا دكتور. طيب احنا كل كلامنا عمال اقول ايه؟ عمال اقول التايم بتاع المشروع، التايم بتاع المشروع حاجة ضرورية وكده. طيب هو ما فيش حاجة ممكن تساعدني في الموضوع ان انا اعمل مانج للوقت دون؟ قالك اه. ايه هو؟ تايم بوكس. هو عبارة عن تكنيك تمام بيستخدم الرابيد ابليكيشن ديفلوبمنت، بيساعدني في ان انا ايه اخلص المشروع. قالك ايه؟ لو انت استخدمت التايب بوكسنج دون هيساعدك ان انت تحط ديدلاين المشروع. ديدلاين يعني انا لازم اخلص المشروع 2021، لازم اخلص المشروع مثلا 30/1 مثلا 2022، فبتحط ديدلاين المشروع من خلال استخدامك للتكنيك ده. قال لك ايه بقى؟ في خلال لو انت استخدمت التكنيك دون هتقدر ان انت تقلل في التاسكات او في الفانكشنز بتاعتك، وهنعرف ازاي دلوقتي. ازاي تاني؟ انت المفروض ان انا بحط ديدلاين المشروع بتاعك، وبالتالي هو هيساعدك في ان انت الوقت ما ياخدكش. عشان كده ممكن ان انت تحط اللمسات الاخيره او التاتش بتاعك تمام على المشروع بتاعك، لانه لو انت خدك الوقت في تنفيذ المشروع ممكن تيجي في الاخر خالص وتلاحظ ان الوقت ضيق ما تقدرش ان انت تحط ايه ابداعاتك على المشروع. فهو بيقول لك لا، انت خلال استخدامك للتايم بوكسنج هيساعدك في ان انت تحط اللمسات بتاعتك. طيب التايم بوكسنج ده بيمشي ازاي او ماشي ازاي؟ قال لك اول حاجه
انا بحط التاريخ تسليم المشروع، انا بحط الديدلاين بتاع المشروع، بقول لا لازم يخلص مثلا 20/1/2021 مثلا، تمام؟ فانا بحط اللي هو التاريخ بتاع تسليم المشروع. طب ايه تاني؟ الحاجة التانية بحط بريوريتيز للفانكشن، يعني بحط أولوية للفانكشن، بقول الفانكشنز مثلا the most مثلا important لا low important وهكذا، فبحط لها ايه بريوريتيز أولويات، لا دي لازم ضرورية جدا، لا دي وسط، لا دي ايه لا قليلة، تمام؟ الحاجة بعد كده بيعمل ايه بقى؟ build the core system، انا هبني النظام، هبنيه. طب هتبنيه بايه؟ بكل الفانكشنز؟ لا، امال هبنيه بايه؟ بالفانكشنز اللي هي most important، اللي هي لها البريوريتيز الاعلى خالص. طيب وبعد كده postpone the functionality، يعني معناها ان انت ممكن تتجاهل اللي هو الفانكشنز اللي لها اقل بريوريتي من اللي هو الوقت بتاع المشروع دلوقتي، يبقى هتسلم المشروع بايه؟ بالكور سيستم. طيب بعد كده deliver the system with the core functionality، انا مثلا هسلمه بالمشروع. طب انا المفروض مثلا انا هسلمه 2021 وانا لسه في 2020، يبقى لسه معاك وقت. طيب طالما لسه معايا وقت اعمل ارجع تاني للمراحل بتاعتك. موبايلات شاحن يا ماما ده كده كرر من اول خطوه 3، من اول خطوه 3 يعني معناه ايه؟ انت خدت في المرحله الاولانيه اللي هي ذا موست امبورتنت، خد الامبورتنت اللي بعدها وابني بيها النظام، وبعد كده سلمه. انا لسه معايا شهرين، خلاص ارجع تاني وخد الفانكشنز اللي لها اولويه بعدها وابني بيها النظام. لا انا الوقت خلاص اذهب، حط بقى التاتشات بتاعتك وسلمه. وبالتالي ان هو بيقول لك ايه؟ ان انت هتحاول ان انت تسلم المشروع تمام بكل الحاجات الضروريه، ممكن تقلل فيها الفانكشنز بتاعتك لانك انت ممكن تسلمه بالفانكشنز اللي هي مش ضروريه ممكن تكون موجوده في المشروع بتاعك. يبقى اذا التايم بوكسينج بيمشي ازاي؟ حدد الديدلاين للمشروع، امتى هسلم المشروع، حط بريوريتي للفانكشنز بتاعت المشروع، بعد كده ابدا بناء المشروع بالفانكشنز اللي هي موست امبورتنت، سلم البتاع دون تجاهل اللي هي الفانكشنز اللي هي لها اولويات اقل، بعد كده سلم المشروع. لسه معايا وقت، ارجع تاني خد اللي هو الفانكشنز اللي لها بريوريتي اقل شويه وابني بيها السيستم وسلمه. انا لسه معايا كمان وقت، خلاص ارجع للايه قرر اللي ايه الخطوات بتاعتك. طالما لسه معاك وقت ارجع من ايه من اول 3، لا انا الوقت اذف وخلاص، حط التاتش بتاعك وسلم المشروع. فعشان كده قال لي ايه؟ قال لي ايه ممكن اعمل بيها ايه؟ reduce functionality، انا بحاول اقلل الايه الفانكشنز بتاعتي، وفي نفس الوقت انا الوقت مش هياخدني، فممكن احط الايه اللمسات الاخيره بايه الاخيره بتاعتي. ها مفهوم كده التايم بوكسينج؟ تمام. حاجة عندنا اللي لازم المدير ياخدها في الحسبان اللي هي المخاطر، الحاجات اللي ممكن تأثر عندي في المشروع، فهو بيقول لك المفروض تاخدها في الحسبان معاك. فلازم اعمل مانجنج الريسك. مانجنج الريسك ان انت تعمل اسسمنت، شوف ايه توقعاتك، ايه هي الحاجات اللي ممكن تأثر عندك في المشروع. طيب وايه المشاكل اللي ممكن تواجهك وانت في تنفيذ المشروع، وكل مشكلة حط حلول ليها. الحلول بتاعتك او الاكشنز بتاعتك ممكن ان انت يعني تقدر ان انت تحل المشكله كلها، او ممكن تحاول ايه تقلل تاثيرها شويه، تمام؟ ده من الاول. يبقى انا من الاول اشوف او اعمل استيميشن ايه هي المشاكل اللي ممكن تقابلني او الريسكز اللي ممكن تقابلني، وخلال تنفيذ المشروع حط لها حلول او اكشنز، تمام؟ اقدر احلها انهيها مباشره او ان انا اقلل تاثيرها، تمام؟ وبعد كده كل شويه اعمل اسسمنت او ان هي ايه راجع اللي هي الحاجات، يعني كل مرحله كل شويه وانت بيحصل بروجريس ليه ما تنشئ ريسكس، كل شويه فكر في شكل اللي ممكن تقابلك كل شويه وحاول تعدل في الايه في الريسكس بتاعك. عشان كده بيقول لك ايه ذا بيست بروجكت مانجر، المدير الناجح او الشاطر، و work hard to keep the risks from having ان هو على الوقت ولا التكلفه بتاعتك.
المدير الناجح هو اللي ما يخليش اي ريسكس او اي مشاكل تاثر على الوقت والتكلفه بتاعت الايه المشروع ده. فاهمين يا شباب كده؟ شابتر 2 خلص. حد عنده اي سؤال؟ دكتور بعد اذنك، هو الامتحان هيبقى عامل ازاي؟ يعني هيبقى مقال يعني، فاحنا المفروض نحفظ كل ده ولا يبقى MCQ ولا يبقى عامل ازاي؟ بصوا، لان انا معايا دكتور تاني في المادة، فهنتناقش وهرد عليكم المرة الجاية. انا بالنسبة لي حابة قصة ال MCQ. يا دكتور يا ريت، يعني عشان في حفظ كتير قوي. ما بقول لك، انا بالنسبه لي رايي ان هيبقى فيه MCQ، وهيبقى فيها زي برضو رسومات. يعني هنبدا بقى في شابتر 2 الاناليسيس بقى بالتفصيل، هيبدا تظهر شويه رسومات، فممكن نجيب لكم رسمه في الامتحان بتاع الميد مثلا، بحيث ان ما يبقاش كتابه كتير يعني. بس طبعا انا بقول لكم لان انا معايا دكتور تاني في الماده، فباذن الله هقول لكم المره الجايه الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. بس انا بقول لكم انا بالنسبه لي حابه قصه الام اس كيو جدا يعني. خلاص يا دكتور اقنعي ان شاء الله. ماشي جميل. حد عنده اي سؤال يا شباب؟ طب الدنيا مفهومه ولا لا؟ كويس. طيب حد عنده أي سؤال؟ طيب نتقابل بإذن الله يوم السبت إن شاء الله. يا مالك بتعملي ايه؟ قاعد عليا وانا دماغك هتتفرتك. ايش يا مالك؟ يا مام نعم يا مام لا تبعي.